نبتدي بالتارت. عندنا للعجين 1 كوب دقيق، نص معلقة صغيرة ملح، ربع كوب زيت، واتنين معلقة كبيرة لبن بارد. بالنسبة للحشوة عندنا 200 جرام جبنة قريش، 100 جرام جبنة فتة، 1 فص توم مبشور، وبقدونس مفروم. وبالنسبة للتوبينج عندنا 500 جرام جزر شرايح، هيكون مقطع رفيع خالص. لو عندنا ماندولين أو القطع الرفيع ممكن نقطعه بيها. وعندنا 1 معلقة كبيرة زيت زيتون وملح وفلفل. أول حاجة هنعملها هناخد الجزر هنحطه على صينية، وهنحط عليه زيت الزيتون، وملح وفلفل، وهندخله يتشوى في الفرن. ودلوقتي نبتدي نعمل العجين مع بعض. هحط الدقيق، الزيت، الملح، نخلطهم مع بعض، وبعد كده هنزود اللبن. كده العجين بتاعنا جاهز. زي ما احنا شايفين هو لسه باين مفرول، بس لو ضغطنا عليه هيدينا الملمس اللي احنا عايزينه، ونقدر نفرده ونحطه في الصينية بتاعت التارت. ودلوقتي نيجي للحشو. هحط الجبنة القريش مع جبنة الفتة، البقدونس، والثوم. احنا محتاجين فص واحد بس ثوم، مش كل ده. ما نحطش ملح لان الفتة فيها ملح كفاية، لكن ممكن نحط شوية فلفل، ممكن نحط بصل اخضر، ممكن نحط اي حاجة تانية احنا بنحبها مع الخليط ده. فردنا العجين في صينية التارت، وده بيكون شكل الجزر بعد ما بيطلع من الفرن. زي ما احنا شايفين طري، بس لسه ما اخدش لون، مجرد بس ان هو استوى، لان هو بعد كده هيرجع يدخل الفرن تاني مع التارت. هنحط الحشو في الصينية فوق العجين، ممكن نحط جبنة رومي برضو هتبقى حلوة معاها. اللي بيحب الزيتون ممكن يضيف زيتون مع الحشو. بعد ما نساوي الجبنة هنبتدي نرص الجزر، وهنبتدي ناخد الجزر نرصه في الصينية بتاعت التارت بالشكل ده. أقصر من كده ممكن نعمل مرتين بحيث نملأ الجزء اللي في النص ده تاني. وبعد كده هناخد من الجزر اللي فاضل ونبتدي نعمل وردة كده للنص للشكل بس، مش أكتر، مش لازم يعني نعملها، لكن للي يحب يزينها بالشكل ده بيبقى شكلها حلو. ونحط الوردة دي في النص. ودلوقتي هاخدها هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهتقعد في الفرن حوالي 20 دقيقة بالشكل ده. وده بيكون شكلها لما بتطلع من الفرن. وبنحط عليها زيت زيتون بالفرشة علشان نخلي الجزر يبقى شكله بيلمع ويدينا شكل حلو.